السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم، ولكن غير مباركة اطلاقا على اليوتيوب وادارته اللي بالفعل الفترة الاخيرة بدأنا نحس ان في مشاكل مستقصد انه يعملها في منشئ المحتوى. بصراحة انا معرفش في ايه وايه اللي بيحصل، يعني نخلص من مشكلة المشاهدات نلاقي مشكلة في المشتركين، نخلص من المشتركين نلاقي مشكلة في الأرباح، أو نلاقي مشكلة في التلاتة مرة واحدة، وده اللي بيحصل الفترة الأخيرة. يعني حضرتك لو جينا عملنا ريفرش هنا وبصينا على عدد المشتركين، بص كده 129,403. تعال على الإحصائيات، ومن الإحصائيات ادخل اتفرج جوه واعمل الاطلاع على عدد المشتركين من جوه، هتلاقي 129,556. العدد الفرق فين؟ اختفى، بس هيرجع، بس اختفى، هيقعد مختفي فترة. وخد بالك كل ما بيحصل الموضوع ده بيأثر بالفعل على المشاهدات، بالفعل بيأثر على المشاهدات. والموضوع مش كده، ده خصوصا في يوليو ونكسة الأرباح، ده في نكسة في الأرباح على فكرة. خد بالك نكسة، نكسة لما يروح يجيب 21 و22 و23 ألف مشاهدة ويجيب 12 دولار، يعني انخفاض الار بي ام غير مسبوق، حرفيا غير مسبوق. والار مشاهدات اللي بتحصل والساعات اللي بتقل وحاجات، يعني عايز اقول لك بجد والله، منشئ المحتوى والقنوات الصغيرة، حذف في الساعات، حذف المشتركين. طب احقق الشروط ازاي يا ابني؟ ما انا عايز احقق الشروط. انت النهارده بتعملي نكسه، اكون نايم 600 اصحى صبح الاقيهم 500، يا لهوي في 100 راح اروحوا فين؟ يا لهوي يا لهوي، لا ايه اعمل ايه؟ هتلاقي منشئ المحتوى بيجي له حاله من الياس، حاله من الاحباط، حاله من القرف، مفيش اقتراحات، مفيش ظهور فيديوهات. طب ايه اللي بيحصل؟ والله انا ما عارف. طب هو اليوتيوب ناوي يخلينا نسيب اليوتيوب؟ عايز اقول لك ان هو بالفعل نجح ان في ناس كتير جدا تسيب منصة اليوتيوب، بس هل في حل للموضوع ده قدام؟ والله ما اعرف، انا والله ما اعرف. هل اليوتيوب اكتفى يعني ولا ايه؟ برضو والله ما اعرف. بصراحة انا اعرف ناس كتير جدا سابوا منصة اليوتيوب وراحوا الفيسبوك وشغالين على الفيسبوك، ويقولوا الفيسبوك احسن بكتير جدا، ناس كتير جدا. فلو في غلطة كبيرة جدا عملتها انا كيوسف الباز او المتوحد فكرة في حياتي، وتعتبر اكبر غلطة، انا هوضحها لك في فيديو جاي، لان الجزئية دي لازم انت حرفيا في الفترة الاخيرة دي كمان تبدأ فيها، تمام؟ لازم تبدأ فيها وهوضحها بالتفصيل. فنقص المشتركين مش عارف ايه اللي بيحصل فيها بالظبط، حاجة غريبة عجيبة، نقص ارباح حاجة غريبة عجيبة، نقص مش حاجة غريبة عجيبة، يعني انا مش عارف اقول لك ايه غير انك لازم تكمل. يعني حتى وانا عندي انتكاسة هتلاقي في فيديوهات نازلة النهاردة، ما عنديش مشكلة، بس كمل، انا مكمل، انا عن نفسي مكمل.